قداش من واحد فينا ما طلعش مع تاكسيس وما سمعش هكا جمله شهيره تفرج تفرج البنات شلابسين شوك العري والسراول المقطعه هذاك علاش ربي غضب علينا والمطر ما صبتش وتتبدل الجمله حسب الكونتكست شيلي في اكتوبر حرائق في بوغارنين عصير وزلازل في كل بلاصه في الدنيا ما فيهاش تفادليك على كل جرايرنا خاطر ربي غضب علينا اجا نشوفوا قبل التوانسه شنو يعرفوا على التغير المناخي مناخ حقا ضد المناخ في حكاية هذيك الميكاش. لا تقول لي التغيير المناخي لا أمور علمية. ما قالوا طبقة لازون تنخبط على أسنان. تاريخ المناخي كي يبدأ نقولوا نحن الجو معناها مناخي سخون. براتيكمون البلايص الباردة بدات تسخان، البلايص السخونة بدات تبرد. من علامات الساعة تغيير المناخ. الطقس مسهور. يو مونيك ما عند ربي مش يوزنيك من قبل مونيك الطقس الكلايمت تشينج هو التحولات اللي صايره في الطقس وفي درجات الحراره الاحتباس الحراري اللي قاعدين نعيشوا فيه توا قاعد يزيد بريتم غير عادي وهذه اول مره تصير في 10000 سنه في بالكم اللي قريب من 6000 هكتار من غابات تونس كليتهم الحرائق عام 2022 بوغارنين سليانة وتبرقه والليسته نتاع البلايص اللي قاعده تتناك بالكوارث قاعده تمشي وتطويل وقلت منا ل 2100 يعني 80 سنه اخرين درجه الحراره في تونس باش تولي 21 على طول العام تحكي بالرسمي وسلم لي على المناخ المعتدل بتمنى ربي يغضب على العباد انجل الكفر والجهل انسى اللي يلبسوا قصير ما شنا منهم والو شنا منهم كل خير على جالهم زينة برشا حاجات من الحروبات مثلا ومن النووي اللي قاعدين يجربوا فيه في كوريا الشمالية ليزاميريكان ليغوس شوف مجتمع الزبي العلا والذراء وقطعوا فيها حوايج نخصة كم شيش بتزون تزبي تتكيفها في الشارع بتحبوش عقاب شو مواضيعهم شوف أمورهم تتعرف لي سين نورمال مع ترابي قاعد يعاقب فينا تذهب يقح بالعبيد هذاك ناكلوا ما نقولوش بسم الله وإذا كنت نم مع الأخرى والآخر ينم مع الآخر والحسد والبغض نجبوا ما نقولوش الحمد لله تم ناهي تعاقفين يعاقفين كي نجيو للرسمي مخيل تونسي حاشت هيلو الطقس اللي مقلوب وحكاية الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف بعيدة كومبليتمون على البنات اللي في الشارع والشباب اللي ربي مشاهديه وإعلام العار يكثر القمار كي تلقى نساء تمشي تشطح في البار وقت اللي عادي يكثر الخمر والزينة واحد من الناس ندرك باللي العادة تناسولي بدال أما باش نحكيو على التغير المناخي لازم نفهموا ساعة الحكاية منين جات وكيفاش بدات الحكاية بدات من الثورة الصناعية من اللي اكتشفوا المحرك البخاري في بريطانيا بدات الإنسان يستعمل في الفحم الحجري ومن بعده اكتشفنا البترول والغاز وبدينا نستخدمه فيهم في كل مجالات الحياة تقريبا في النقل في توليد الطاقة باش نشارجيو تليفوناتنا كيف كيف زاد حتى الفلاحة عندها دور الفلاحة وتربية الماشية والكونسوماسيون تاع اللحم وتعطينا غاز اسمه غاز الميثان CH4 الاستعمالات هذه الكل تولد الغازات الدافئة ولا جرين هاوس غازز الغازات هذه تولي موجودة في الاتموسفير مع الريون سولير تخلي الكوكب الأرض يسخن دونك الحكاية الكل مربوطة بالغاز الغازات الموجودة في الأتموسفير اللي هي ناتجة على النشاط البشري نتصور اللي هكا الحكاية وضحت شوية أما إجا نرجع شوية بالتاريخ ونشوفوا شنو علاقة الدين بالطقس شنو اللي خلينا نربطوهم مع بعضهم العقوبة متاع الكفر والإلحاد كانت تتمثل في أغلب الحالات في الطوفان الأمطار القوية الأعاصير والزلازل الجراد والجفاف من حكاية قوم نوح اللي كفروا هزهم الطوفان لحكاية قوم لوط اللي عقبهم ربي بزلزال وحجارة من سجيل قومات كيف ربي منع عليهم الأمطار مدة طويلة وميتوا جرة ريح باردة قوية إجا نفهم مؤثر كيفاش كان تأويل الحكايات هذه المذكورة في القرآن جماعة سبأ رغم اللي كان عندهم براج خارق العادل تو موجود الآثار متاعه سد مأرب اسمه كنت فلق قالوا ربي عاقبهم الأرض متاعهم كانت جنين وكانت كذا وكذا يا أخي ولا حشيش ما عنده حتى معنى نباتات ما تم تصلحش يا أخي خرجوا من الازدهار الفلاحي والازدهار كذا لكن مفسرين يقولك لا على خاطر عملوا فساد وأخلاق خايبة يا أخي ربي كسر لهم السد هذا ورد البلاد قاحلة تماما الأوبئة أو الأمراض زادة كانوا يتربطوا بأفعال العبيد الطاعون الأسود أو الموت العظيم اللي انتشر في أوروبا في القرن 14 فسروه رجال الدين والكنيسة اللي هو عقاب من عند ربي على الفساد اللي صاير زلازل أخرى صاروا في بيرو تشيلي وليزبون في القرن 18 حلوا ديبا كبير بين الفلاسفة وجماعة الكنيسة هذم يقولوا عقاب وهذم يقولوا علاش ربي باش يعاقب المؤمنين اللي يتعبدوا في الكنائس يوم السبت المقدس إذا كانك بالمجد تمن بحاجة اسمها رب يحكم في كل الموجود هذاك الوقت هذاك ما تنجمش تردوا كيف كنتي قوم يغضب ويتغشش وينفعل ويغير كل وقت يولي يبكي ولي يطيح ولي كذا قاعد تسب في ربي عمره ما ثم في القرآن عقاب آني عقاباته راهي ما تكون كان بعد ما يكمل الدنيا يوم أن تبدلوا الأرض غير الأرض
هاك الوقت نعاقبا يوم الدين يسميه يوم الحساب وكل، اما توا بيناتكم نحاولوا نشوفوا الحكايه من جهتين، كان نكتمل بالدين بالسيونس ولا باللي تحب حاجه بركه تقعد سور تحشيلنا وباش يزيد يتحشيلنا كان باش نكملوا هكا. صحيح اللي قاعد يصير الكل جراير الانسان، مش على خاطرها تلبس في القصير ولا على خاطره يشرب ولا خاطرهم ما يمنوش بالديانات السماويه، على خاطر الانسان كائن اناني مش مسؤول ويظرف الطبيعه، وحتى من رجال الدين ولاو يتبنوا الفكره هذه، ومنهم الكنيسه وجامعه الازهر اللي حكاوا على كلايمت تشينج، على ان المسؤول عن هذه الكوارث هو الانسان، وقالوا الي الحكايه بيدنا احنا لازمنا نتحملوا المسؤوليه ونتحركوا شويه باش ننقذوا الاجيال الجايه. زعما شنو اهم الحاجات اللي نجموا نعملوها باش نقصوا من تاثيرات الشانجمون كليماتيك؟ احنا ماناش معنيين كما قلت، معناش الصناعات الكبرى وصناعات الملوثه، مي هذا ما يعنيش اللي احنا زاد راهو معنيين بالتخفيض للانبعاثات تاع الغازات الدافئه، هذا يعني ان المواطنين لازمها تحاول تستحفظ اكثر ما يمكن على المياه، نحاول نقصوا من الكونسوماسيون تاع البلاستيك خاطر يلوث برشا، نلبسوا الفريب خاطر اللباس والانسجه من اكثر الصناعات الملوثه، راهو لازمنا نكونوا بلوز انجاجي خاصه بوليتيكمون خاطر فان دو كونت راهو البيئه والمناخ راهو لازموا سياسات، نحاولوا نضغطوا اكثر ما يمكن تلك سواء على حكوماتنا ولا الحكومات العالم الكل باش يعملوا اجراءات اكثر جديه للتعامل مع المناخ. اسمع من اليوم ما عاد نحب حتى انبوبه تشعل في النهار والتلفزه تتسكر من الفلسه مش بالتليكوموند، وكثروا من فضلكم من الخطوات ونقصونا من شوفها السنترال. علاقه الدين بالطقس بوبلي كبير، نجم تمن اللي ربي غضب علينا ويعاقب فينا كيما تنجم تمن بالعلم واللي قاعد يصير في المناخ هو نتيجه لافعالنا. في الحالتين الحاجه الاكيده اللي دول العالم الثالث قاعده تعاني بشكل مباشر من تاثيرات التغير المناخي رغم اللي مش هي المتسبب فيه من الاول، اما النجم من موقعنا هذا نتكلموا على حقنا في المناخ ونكونوا قوه ضغط باش دول الكروز تتحرك وتاخذ اجراءات جديه فمش ما تتحقق العداله المناخيه في العالم.